بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن مرض من أخطر الأمراض الفطرية اللي بتصيب المجموع الخضري كله بتاع النبات، إن كان الأوراق أو الساق أو حتى الأزهار والثمار، لا ينجى أحد من مكونات النمو الخضري من الفطر دهوت. الفطر دهوت اللي هو البتريتو سينيريا، اللي هو أو التوميتو جراي مولد، أو عفن الرمادي بتاع الطماطم، ده من أخطر الأمراض يا جماعة اللي بتظهر في الوقت دهوت. ودائما وأبدا بتظهر الأعراض بتاعة المرض أو بتظهر على النباتات المزروعة في البيوت المحمية دون الزراعات المكشوفة. الزراعات المكشوفة قلما اتصابت بالفطر دهون، في على الأقل في البلاد الجافة اللي زي الدول العربية أو الوطن العربي كله، ولكن من الإصابة ممكن بتكون شديدة قوي في الدول الأوروبية اللي هي عندها برودة، وفي نفس الوقت الجو بتاعهم بيكون رطب، ممكن بيظهر عندهم الفطر دهوت ويسبب خسائر تقريبا. يعني لو دخل بيت واللي واقف ما خدش باله ممكن يدمر البيت كله عن بكرة أبيه. ده مش كلام، ده حقيقي فعل، وفعلا الكلام ده هو الموجود والله. مسببات المرض: أولا الفطر لا يعيش فوق درجة 25 درجة مئوية، بيناسب الجو البارد الرطب، البارد الرطب يعني أقل من 25 درجة، وبيكون الرطوبة عالية فيه، تكون فوق 70-80% الرطوبة، فبينشط الفطر في الحالة دهيت. بيشجع عليه الماء الحر اللي بتلاقيه الصبح واقف على الأوراق بتاعة الطماطم، بيعمل لنا مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. الماء الحر زي ما انت شايف المية دي، هي دي المية دي سبب مشاكل الفطر، واللي هي ما حصلش تهوية للبيت. شايف دي كله دهيا الفري ووتر دهون او الماء الحر دهون اللي واقف على الورق بتاع النبات، بيعمل لنا مشاكل يعني كبيرة جدا 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 في الإصابة بالفطر دهون. تمام. فالبتريتوس او العفن مشكلة، فالظروف الملائمة بتاعته نحاول ما نوفرلوش الظروف دي يا جماعة بقدر الإمكان، بحيث برضو إن أنا دايما التهوية بتاعتي تكون منضبطة، إن أنا دايما أرش وقائي. أرش وقائي بي عندنا ثلاث مركبات كويسين جدا زي التليدور، المادة الفعالة فيه الهيكساميد، ده ممتاز جدا. عندي التوبسين سيوفات الميسايل، وعندي عندي الروفرال من أفضل المركبات اللي هي بتجيب المرض ده وتوقفه عند حده. قلنا نحاول من الأول خالص ما نوفرش البيئة المناسبة لنمو الفطر، بمعنى ان انا التهوية عندي تكون كويسة، الصبح اهوي كويس ماشي، ممكن الظهر لو قفلت ساعتين الظهر رفعت الحرارة لفوق 30 وصلت 35 مفيش اي مشكلة خالص. ليه؟ الفطر في الحالة ده هي ما بيتحملش وبموت، لانه ما الحرارة العالية ما بتناسبهوش، او 3-4 ايام بنفس الحالة كده ان انا بالليل ارفع الحرارة درجة البرودة كده بتترفع غصب عني، وبالنهار اهوي كويس بس واقفل البيت بحيث الحرارة ترفع، فبعمل خلل في الوظائف بتاع الفطر، فبالتالي بيحصل له مشاكل وما بينماش يعني، او ما بيتطورش قوي. تمام. مشكلته برضو ان انا ارش دايما علاجي، وخصوصا بعد عملية التقليم، مجرد اخر عامل ما طلع من البيت وهو بيقلم على طول نرش وقائي على طول، توبسين او زي ما قلت لحضرتك روفرال، او نرش رش الروفرال او التليدور. تمام. اهو ده، دي كارثة، الكوارث يعني.
شايف بدايته بتبقى هنا، دي بداية المرض بتاع مكان القص بتاع العمال، وطبعا مع الرطوبة ما بترتفع بلاقي مشكلة تقرحات اللي على الساق ده، اهي شايف دي اهي، ده مشكل، ومشكل كبير جدا اهو، ده العفن على الساق. بعد كده بلاقي الاوراق مصابة اهيت، البقع الرمادية اهي ماشي، لو ما خدتش بالي هتطور المرض وهعمل لي مشاكل من اصعب ما يكون يعني، تمام. فمع الاصابة المتقدمة هتوصل لك منطقة اتصال السمرة هنا بالعين ده هو، وهتحصل لي مشكلة هنا، هيحصل العفن هو وهيموت، تمام اهو، بس وقف الحمد لله يعني، هو حوالي اهو ده المشكلة بتاعة البتريتوس، شايف زي ما حضرتك شايف اهو، الصورة اللي تجذب النبات زي الفل اهو، بس دي عشان اتصابت حصلت المشكلة دهيا، تمام. فمن الاول الوقاية خير من العلاج، وفي الايام البرد دهيا يا جماعة نحاول بقدر الامكان نعدي من الموجة دهية، ان كان بالصقيع او بالامراض الفطرية نتيجة ارتفاع الرطوبة في البيوت، وده غصب عننا، فنحاول بقدر الامكان، هنتعب شوية ولكن نعدي الظروف دهيا بقدر الامكان. يعني حرام لما بيكون عندنا محصول كويس وبتيجي حاجة زي دهية بتشوط في سكتها، فالانسان نفسيا بيتعب يعني. فقلنا المرض الظروف المتاحة ليه زي ما قلت لحضراتكم من 18 ل 25 او ل 24 درجة الحرارة المثلى ليه مع ارتفاع الرطوبة لفوق 70%، عشان اقي نفسي بالعمليات الزراعية ان انا اهوى كويس، وممكن اقفل البيت في الظهرية كويس لمدة ساعتين، فبترتفع الحرارة لفوق 35، فبالتالي بيعمل لي خلل في الوظائف بتاعة الفطر، ارش وقائي زي ما قلت، ان كان بالثلاث مواد دول بيجيبوا نتائج مبهرة فيه، او ارش علاجي برضو بالثلاث مواد دول واقواهم، عشان اكون منصف، هو التليدور في الهكسامايد، بعد كده الروفرال، بيليهم التوبسين. بنتمنى ان المعلومة ده هي تكون وصلت لكل الاقوة. وعلى فكرة في اصابات دايما الاصابة بتحصل من عند القص بتاع الورق، التأليم بينتشر الفطر طبعا عن طريق الهواء، يعني المراوح لو شغالة بتاخد من الأول البيت تودي لآخر البيت مفيش مشكلة، طالما الجو مناسب لتطور ونمو الفطر. بنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا استفدتم من المعلومة البسيطة دهيت، ولكن عشان ظهرت عندي حالة أو حالتين حبيت بس أنبأ على إخواني. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رجب الشبراوي، شكرا لكم وإلى اللقاء.